اخوتي واخواتي اللي بيعرف يسوع مكتوب اللي بيعرف يسوع بيعرف الحق يتخلص يخلص من الخطيه يتحرر من الخطيه والعبوديه ويصير في النور ويسلك في الحق وينقاد بروح الله ليه لان الكتاب واضح ولكن الانسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا بالمقابل وأما الروحي فيحكم في كل شيء في تيتوس الصحيح الأول بقول لأجل مختاري الله ومعرفة الحق وتعرفون الحق فهنا بيتكلم عن المختاري المختارين الذين يعرفون الحق. ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل